بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل والصبح بدري هيكون الجو شديد البرودة على أغلب الأنحاء. النهاردة كمان في أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأمطار من خفيفة لمتوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء، بتمتد خفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى، وده هيكون على فترات متقطعة. كمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، وطمنينا عن حاله الطقس النهارده اللي مكمل معانا بظروفه دي لحد يوم الاثنين او الثلاث زي ما حضرتك قلت لنا امبارح. بالفعل يمكن طبقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه، يمكن الاول شفنا امس انخفاض قيم درجات الحراره بشكل كبير، فرص الامطار اللي كان موجود بشكل متفاوت من محافظه لمحافظه، من محافظات السواحل الشماليه حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد. اليوم متوقع استمرار فرص سقوط الامطار، استمرار تاثرنا بالمنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا اللي هيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، فهتحجب جزء من اشعه الشمس على مدار اليوم، فهتساعد في انخفاض قيم درجات الحراره، وكمان هيكون معاها فرص لسقوط الامطار. اليوم فرص سقوط الامطار هتكون متوسطه على السواحل الشماليه اللي هي المحافظات المطله على البحر المتوسط، وايضا محافظات شمال الوجه البحري. تمتد كميات الامطار ما بين الخفيفه المتوسطه لمناطق من مدن القناه، جنوب الوجه البحري، خليج السويس، وقد تصل فرص امطار خفيفه لمناطق من القاهره الكبرى بنسب حدوثها تتجاوز ال 30%. فبالتالي احنا عندنا اليوم امطار متفاوته الشده من محافظه للثانيه، يعني على المناطق الشماليه حتى القاهره الكبرى. وطبعا اكثر المحافظات تاثرا بالامطار هي المحافظات الساحليه المطله على البحر المتوسط. كمان اليوم طبعا في استمرار انخفاض قيم درجات الحراره والاجواء الشتويه المائله للبروده خلال فتره النهار في معظم محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، السواحل الشماليه، اجواء مائله للدفء على المحافظات الجنوبيه اللي هو جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وايضا بعض الاماكن من شمال الصعيد، ده خلال فترات النهار خاصه. دكتوره منار. الو، مع حضرتك يا فندم، كملي. اتفضلي يا دكتور معانا. طيب نشكرك، شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. مشاهدينا دلوقتي تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره اللي العظمى فيها 19 والصغرى 13، العاصمه الاداريه 19 12، اسكندريه 18 12، العلمين الجديده 17 11، مطروح 17 11، ودمياط 19 13، بورسعيد 19 12، اسماعيليه 20 11. السويس العظمى فيها 20 والصغرى 12، العريش 20 11، كاترين 16 3، وطابة 20 12، حلايب 19 16، وشلاتين 23 15، شرم الشيخ 22 14، والغردقة 22 13. الفيوم العظمى فيها 19 والصغرى 9، بني سويف 19 8، الوادي الجديد 21 8، أسيوط 20 7، سوهاج 19 8، وقنا 20 8، الأقصر 20 9، وأخيرا أسوان العظمى فيها 21 والصغرى 11.